أئمة المذاهب، اذهب وحرم علم الكلام الذي اتفق أئمة المذاهب على تحريمه. ها هون حطنا الجمال. اتفق الأئمة الأربعة على تحريم علم الكلام، ومين خالفه؟ هذا الشخص الشيخ دمشقية هدانا الله وإياه إلى سواء السبيل. الدليل اسمعوا شوفوا. وأنتم خالفتموهم. أنت خالفته يا شيخ دمشقية، والدليل الآن سأريك إياه بنفس الفيديو تبعك. يقولون لماذا؟ وأنتم خالفتموهم. وأنت خالفته. لماذا أنتم تتبرؤون من اتباع المذاهب الأربعة؟ أنتم خالفتم المذاهب الأربعة. كيف؟ كلهم شافعي مالك أحمد أبو حنيفة كل. آه تعال أطك. إيش هذا؟ إيش هاي الوثيقة؟ هو اللي عرض، هو تحريم النظر في كتب الكلام. تحريم إيش؟ مش تبني، لا، تحريم النظر في علم الكلام. كلهم حرموا علم الكلام والمذاهب الأربعة، كلهم شافعي مالك أحمد أبو حنيفة كلهم حرموا علم الكلام، وأنتم اتفقتم على مخالفتهم وعلى تجاهل تحريمهم، وأنت أول المخالفين لهم. وكيف؟ يا الله تعال، هذا كتاب دمشقية اللي هو إيش اسمه، اللي هو سمى موسوعة أهل السنة في نقد أصول الحبشية أو الأحباش وما وافقه في أصولهم. لاحظوا أنت مجرد ما يعني اكتب أي كلمة مثلا لعالم من علماء الكلام ستجدها النتائج بالعشرات، ستجد النتائج بإيش؟ بالعشرات. لاحظوا تحت في الحواشي هون، لاحظوا ايش بيعدد لك كتب في علم الكلام. يعني انا اللي انت عم تتهمني بانه انا كثير منها ما قرأت او يمكن تصفحتها، او لاحظ الاصول الخمسي، هذا القاضي عبد الجبار هي منسوبه له يعني، او شرح الاصول الخمسي. لاحظ كم كتاب في علم الكلام. لاحظ رسائل العدل والتوحيد، لاحظ لمجموعه من المعتزله، شرح الاصول الخمسي للقاضي عبد الجبار، ايش اسمه، لاحظ متشابه القران القاضي عبد الجبار المعتزله، لاحظ مقالات الإسلاميين لبانا، لاحظ وين ما شرح العقائد النسفية، لاحظ ايش اسمه، وين ما ندرت، لاحظ المطالب العالية اللي ايش اسمه للرازي، لاحظ ايش كمان في كتب للشيعة، لاحظ الاقتصاد فيما يتعلق باعتقاد للطوسي، لاحظ هنا المحصل للرازي، التوعيد الماتريدي، انصاف الارشاد والشامل لامام الحرمين، عم يحط لك بجزء الصفحه يعني، هو رجع وقرا فيها، وعلى اساس النظر في علم الكلام، مو هيك قال هون، النظر مجرد النظر في كتب علم الكلام بدعه. يقولون لأئمة المذاهب على تحريمه وأنتم خالفتموهم. هل كان الأئمة الأربعة يقرؤون في كتب علم الكلام؟ اللي طبعا أنت الرد عندك جاهز للرد على المبتدعة أو للرد عليه. وأنا الرد عندي جاهز، إنه أصلا علم الكلام، لماذا علم الكلام أنشئ؟ إيش علم الكلام يتضمن؟ إيش يفعل؟ إيش بيعمل؟ إيش؟ هو أصلا للرد على المبتدعة والمنحرفين اللي أنا أنصر السلف. طيب ما هو لاحظ، هو أصلا علم، لاحظ في علم الكلام هذا أبو خلدون، في علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. حظتم؟ هو أصلا أنت بدك تقول لي مباشرة اللي أنا أرجع لهذه الكتب لأرد على الشيعة أو على المعتزلة أو على الأشاعرة أو على المبتدعة أو طيب ما انت بهكذا تحقق انك انت من تشتغل بعلم الكلام، طالما انت تنظر فيها، وطالما النظر اصلا هنا تذكر انه لماذا انتم تتبرؤون من اتباع المذاهب الأربعة؟ انتم خالفتم المذاهب الأربعة، كلهم شافعي مالك احمد ابو حنيفة كلهم حرموا علم الكلام، وانتم اتفقتم على مخالفتهم ابو حنيفة.
لاحظتم تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة، وهو محقق بعد دمشقي، هو ما له شغلة غير انه ايش قال القاضي عبد الجبار، قال الرازي، قال الباقلاني، قال امام الحرمين، قال، ولاحظ لاحظ كثير بتلاقي كثير هاي التفتزاني، هاي لاحظ كثير بتلاقي هاي التفتزاني، لاحظ يعني انت اذا ما هذا علم الكلام اللي عتقوطي ايش لك، هو هذا ايش هو لك. وانا سأخص، او هذا ابن تيمية للسخاط اضعاف ذلك يعني، وانا سأخصص لك انه مو بس ابن تيمية خاطئ، لا، وتبنى ايضا اراء كلامية والى اخره وفلسفية وما الى ذلك، ولا عنده عندي لي وثائق. لاحظ 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 يعني ما لاحظ هذه الحواشي تحت، لاحظ كلها كتب في علم الكلام، هو عم يقول لك النظر في كتب علم الكلام حرام. لاحظ هنا هذا كتاب المسايرة، المسامرة على المسايرة، نهاية هذا ليش اسمه ابن الهمام، نهاية الإقدام أو الأقدام للشهرستاني في علم الكلام، الجرجاني في مواقفه في شرحه على المواقف. لاحظ إيش بدك، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي، إيش بدك يعني أنت إذا بدك عد كتب في علم الكلام ارجع عليه. إذا بدك تعرف كتب علم الكلام ارجع لحواشي هذه، الحواشي تحت لهذه في كتاب دمشقية، بتعرف كل شيء عن علم الكلام. حتى لاحظ رسالة تحسين استحسان الخوض في علم الكلام، ما هو أصلا هذا من علم الكلام، الحكم عن علم الكلام هو من علم الكلام. أنت لما تطلع تقول علم الكلام بدع، هو أصلا أحد مباحثه، مباحث كل فن عشرة، ومن هذه موضوعه وحكمه والواضع ايش. لحظة يجب يكون البيت، والله انا ما احفظ الابيات، هذا هنا البيت عن ابيات الشعر هذا، ان مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم واستمداد حكم الشعر. لاحظ هذه، هذا ايضا يبحثوا في علم الكلام انه ما هو علم حكم علم الكلام، ما بالك انت ترد على الشيعة والمتكلمين والى اخره. فرأيت كيف أنت تنقد كلامك بكلامك. الآن نحن في يعني أنت مجرد ما تقول أنه أنا عم رد على المبتدعة في ردي، أصلا هو كما قلنا لكم علم الكلام ما نشأ إلا للرد على المبتدعة. ونحن سبق أن قلنا لما هون قال أنه يا أخي أنتم ما رددتم على المبتدعة، أنتم بالعكس أنتم رددتم على أهل السنة، سبق في فيديو سابق، وأتينا نحن بالرد عليه من كلام ابن تيمية والوهابي. لاحظ أنه هنا ابن يعني هذا هنا في إقرار أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة، ردوا على الشيعة، ردوا على المبتدعة، ردوا وبعلم الكلام. لاحظ هنا مثلا موقف ابن تيمية من الأشاعرة، يقول لك هذا الدكتور عبد الرحمن محمود، والأشعري وأصحابه خالفوا المعتزلة في كثير من أصولهم وردوا عليهم ردودا طويلة، وردوا عليهم بناء على ايش؟ يعني الكلام. لاحظ وصارت مخالفة المعتزلة عندهم من الأمور التي يريدونها ويركزون عليها في جميع كتبهم. وشيخ الإسلام، لاحظ ابن تيمية مع تسليمه بهذا يقر في كتبه أن الأشاعرة تتلمذ وتأثر بالمعتزلة، يعني هو يقر أنه مع أنهم تأثروا لكن أيضا هم ردوا عليهم. لاحظتم هذا كلام ابن هذا كلام عبد الرحمن محمود. في عندك كلام ابن تيمية نفسه، لاحظ ايش بيقول لك هون، هذا في درء تعاضد العقل والنقل. ايضا بعد ما يسوق بعض الاشاعره، ما يسوق مثلا ابا ذر العروي، وابو يسوق ابو الوليد الباجي والباقلاني والسمناني، لاحظ القاضي ابو بكر العربي والقاضي وامام الحرمين ابو المعالي الجويني، بيقول لك ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، لاحظ، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار كثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعدل وصدق وعدل وإنصاف. أن هذا رددنا بك عند هنا لما قلت لا لا لا، ما رددتم أنتم يا أخي، ما رددتم إلا على أهل السنة، وتلزمون السنية بأبشع الإلزامات. هون قال وفي إفحام المخالف وإلزامه. والله رأيناكم توافقون المعتزلة والجهمية وتلزمون السنية بأبشع الإلزامات. شو قال؟ وفي يعني من مزايا علم الكلام يعطي الحجة للإنسان في إلزام المخالف. أي إلزام التزمت؟ التزمت مذهب المعتزلة، قالوا استوى أي استولى، قلتم استوى أي استولى. وإحنا بينا تناقضك هنا، ساعة بتقول إنه الأشاعرة قالوا استوى استولى بتقليد المعتزلة، وساعة لما بترد عليه بتقول لا أنت تقول استوى استولى، ها أنا راح آتيك راح حاسبك مش بكلامي، بكلام الأشاعرة. أنا سبق أن،
سبق أن أتينا به، لكن آتيكم به مرة ثانية يعني لمن لم يحضر تلك ذلك اللقاء. اسمعوا هنا ماذا يقول. إذا اعترف وليد أبي الصلاح رافض الصلاح أن شفتم كيف الشتائم هذه تمشي في عروقه؟ أن الاستيلاء هو المعنى الصحيح. يا ويلك من الأشاعرة قبلي، أنا مش هحاسبك على هذا الكلام، هخلي الأشاعرة هم يحاسبوك على هذا الكلام، أولا وليتبين للناس أنك ثور هائج لا تتنبه لعواقب الأمور. ثور هائج حاقد سماه الشيخ حاتم حاقد كما قبل قليل، وهكذا عنده شتائم. فالمهم هون يعترف انه لا، الاشاعره ردوا هذا المعنى، استوى بمعنى استوى، عرفتم؟ هناك في الفيديو الثاني هاد اللي هون بيقول لا، الاشاعره تابعوا المعتزله يا اخي في اقوالهم، مثل تابعوهم في قضيه استوى استولى. لاحظتم هنا الكلام يعطي الحجه للانسان في الزام المخالف، اي الزام التزمت؟ التزمت مذهب المعتزله، قالوا استوى استولى، قلت استوى استولى، قالوا يد الله، عرفتم؟ وهنيك بيقول لي لا، انا ما راح احاسبك على كلامك، يعني على كلامي انا انه استواء هو المعنى الصحيح. انا ما قلت المعنى الصحيح، لا انا ما قلت، لا اتعداك، قلت هو معنى صحيح، يعني هو معنى مقبول، وهو ظن في هو معنى ظني في نهاية المطاف، لأنه هذه آية الاستواء يعني ظنية الدلالة مستشابهة. كيف أقطع به؟ كيف أقول لك هو المعنى الصحيح؟ حتى لو قلت المعنى الصحيح برأيي، إذا قلت لك، أنا ما أذكر أن قلت، أنا ما أذكر، أجيب لي إياه. هو معنى أنا لي سلسلة أصلا هي تناقضات وهابية في إنكارهم لاستوى، تفسير استوى أو تأويل استوى باستولى، الساعة 20 فيديو تقريبا، أثبت فيه أنه كل ما أوردوه من اعتراضات على هذا التفسير مردود عليه، ووارد هو أصلا على تفسير استوى بعلى، عرفتم؟ فهذا الذي قلت أنه لا تشنعوا كثيرا، لأنه هذا القول نعم أنكره بعضهم، بعض حتى بعض الأشاعرة، لكن آخرون انتصروا له. وحتى الذين أنكروه، بالمناسبة هنا لما يذكر أنه عبد القاهر البغدادي أنكره، ابن فورك والأشعري، وهؤلاء مش أنكروه لأنهم قالوا الجلس استوى بمعنى جلس، هو أصلا دمشقية، يعني الإنصاف ينكر هذا قضية الجلوس، وليس لأنه بمعنى أنه العلو المكاني، لا، هم نزه الله عن المكان وعن حلول الحوادث، اللي هو أصلا يعتبر هذا ابن تيمية أنه هذا من قبيل اللي بيسميه أفعال اختيارية أو حلول الحوادث، لكن هؤلاء لم يقولوا بذلك، وفضلا أنهم أولوه بمعاني أخرى أصلا أنتم ترفضونها، اللي هو مثلا أولوه بمعنى الملك أو ما إلى ذلك أو القهر، وأنتم ترفضونها. وأنا هذا وضحته في فيديو خاص أريكم إياه مرة. هذا هو الفيديو، يحتج دمشقي علينا بكلام مكتور لعبد القاهر، عبد القاهر البغدادي، في الاستواء، وبأننا وافقنا النصارى المعتزلة فنقلب عليه ذلك، وهذه سلسلة أصلا تناقضات دمشقية وتدليساته كذبه، وهذه عم تزيد معنا. لا، هي كانت 18، زدنا في الأيام آخر أسبوع أو أسبوع أو أسبوعين، زدنا ثلاثة، وهلا أنا سجلت اثنين ثمانية شرطون، وفي الثالث كمان هلا بعد قليل سنسجله في عقائد بقى الأئمة الأربعة اللي هو عم يحتج بهم، عم يقول لك أنتوا هون خالفتوا الأئمة الأربعة لأنه هم حرموا علم الكلام وأنتم وقعتوا فيه. أنا خصصت لك ملف دسم، مجلد دسم، حول عقائد الأئمة الأربعة، هؤلاء الذي تقول حرموا علم الكلام. سأعطيكم الخلاصة ثم نفصل الخلاصة بدون توثيق. أولا، هؤلاء إنما ذهبوا إلى ذلك لأنهم أصلا لم يخوضوا في الصفات أو في النصوص الصفات المتشابهة، لا بتأويل ولا بتفسير، وإنما فوضوها إلى الله، بل بعضهم يعني ثبت عنه بعض التأويلات. حتى نقول إنه يعني إنه الكلام إنه ما نقول، لما نقول السلف مذهب متفويض يعني بالجملة، وإلا في بعضهم أول. هذا شيء. الشيء الثاني، أن هؤلاء أصلا يصرحون بالتنزيه وما إلى ذلك، هذه سنأتي عليها بالوثائق من هذه الكتب، وهم نهوا عن الكلام أصلا في
هذه المواضيع اصلا، انه قال انه اصلا هو دمشقيه ينقل انه هؤلاء، لاحظ هنا كما نعرض لكم وثيقه واحده، انه مين هني اهل الكلام او مين هني اهل البدع. لاحظ انه مالك قال، قال اهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته وكلامه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابه. هذا ايضا تناقض ثاني ايضا وقعت فيه انت، انه انت عم بتقول هون اهل البدع الذين لا يسكتون عما سكت عنه الصحابه، وانت كل كلامك اصلا فيما سكت عنه الصحابه كله، كله هذا، هذا موسوعه، هذه كل هذه هنا، كل هذه اللي رايتكم اياها انه عم يقرا كتب المتكلمين، كل هذه كلام فيه يتكلم بش امور لا تتكلم فيها الصحابه، يتكلم فيها بهذه الامور سلبا او ايجابا. هو لو يقول انه هذه مسائل ما تكلم فيها الصحابه، كنت صرت وانا لا اتكلم فيها، وكنت صرت انت مثلهم، مثلهم يعني في هذه القضيه انه لا تتكلم. لا لا، هو يتكلم فيها سلبا او ايجابا، عرفتم؟ يعني مثلا قران ما تكلموا فيه الصحابه، مخلوق او غير مخلوق، لا الوهابيه او منهم دمشقي، لا غير مخلوق، وتفاصيلات اخرى. قضية الجهة والمكان، هذه أصلا الجهة والمكان بتصريح ابن تيمية والألباني أنه هذه لا يتكلم فيها الصحابة ولا السلف بنفي أو إيجاب من دمشق، لا بيقول الله في مكان، عرفتم؟ وهكذا. طيب هذا سنفصله في المجلس القادم. الحمد لله.